في إطار مبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة القائمة على العلم والابتكار، نرى سفينة جيون يبلغ طولها 50 متراً، تستخدم تقنيات خضراء للمحافظة على البيئة البحرية والمصايد السمكية، وتحتوي على 6 مختبرات. انطلقت السفينة على متنها فريق من الباحثين والعلماء من هيئة البيئة أبوظبي بالتعاون مع عدد من الخبراء الدوليين في رحلة بحرية استغرقت 108 أيام لإجراء مسح صوتي بهدف تقدير وفرة وتوزيع مجموعات الأسماك في 324 موقعاً في مياه دولة الإمارات. فريق البحث انتهى من تنفيذ المرحلة الأولى، فبناء على المسح الصوتي تم وضع أول خط أساس للحمض النووي البيئي وتسلسل الجينوم الكامل لأنواع الأسماك في المياه البحرية في الدولة. ويوفر هذا النهج المبتكر فهماً أعمق للتنوع الجيني، مما يسمح بتطوير استراتيجيات أكثر فعالية لحماية وإدارة الأنواع في المستقبل والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على أنواع الأسماك في دولة الإمارات.